عواد كان عليه زحمة في بداية الموسم وأرقام كبيرة جدا، رحت جبته الحضري وقعدتوه ما استفدتوش منه وما بعتوش برقم كبير. طب ما بعتوش في بداية الموسم ليه واستغليت الرقم؟ هقول لك كابتن، هو نفسه قال الجواب، قال أنا أخطأت في حق رئيس النادي والنادي ودفعت الثمن. وقال الإجابة المظبوطة، قال أنا عارف لو أنا كنت ريحت إدارة النادي كنت ما كانش جابوا حد. أنا جبته وقال وكان هو صبحي راكب فوق منه ما كانش بيلعب، فقلت للمدرب لعب الاثنين لان صبحي كان اخر سنه وصبحي كان تعبنا شويه في تجديده. يعني انا عرفت انه مش هيجدد، حاولت معاه يمين شمال، حط لازم اخد مستحقاتي الاول ومستحقاتي كامله، ما عملش حساب ان في دوري ما تلعبش ودوري ما تلعبش، مستحقاتي كامله، فعرفت ان انا مش هحقق. فطلبت من المدرب انه يدي العواد، لما ادى العواد وبقى نجم وراح المنتخب لقيت عواد جاي لي. هو الاول ما كانش في دماغه الكلام ده، وفجاه لقيته شاف الفلوس راح مضى لنادي الزمالك وبيل ودراع نادي الزمالك. كان في بينه وبين المستشار مرتضى فعلا اتفاق مبدئي، بس قلت له لما اجدد لصبحي بالفلوس اللي انت هتديهاني او اجيب حارس. ففجاه لقيت صبحي مشي، ما فيش ده شغل عواد، جبته قلت له الموضوع كذا وكذا، قال لي انا قاعد في النادي خلاص خلاص. اعتذرت المستشار مرتضى وقعد في النادي شويه، وبعدين لقيته مضى والدنيا اتقلبت، وهو قال بنفسه قال انا كنت لو كنت ريحت اداره النادي ما كانوش جابوا حد يلعب عليه، لكن انا خفت منه مش جبت له حد. فعشان خفت منه لازم، وريكاردو قال لي عشان عواد يطلع بره صبحي تجيب لي الحضري مفيش تالت. فما كانش فكرة كابتن عصام، كابتن عصام بكل شهامه وجندله لما طلبته وكلمته قال انت تحت امر النادي الاسماعيلي، كان في عقود بيني وبين نادي الزمالك ودجله، لغى العقود وجالنا النادي الاسماعيلي. الحقيقه يعني الناس كانت مستغربه النادي الاسماعيلي ياخد عصام الحضري وسنه كبير في توقيت صعب، ولكن عصام بيثبت يوم بعد يوم انه نجم بصراحه. هو كابتن عامل زي مستر اكس كده الحضري ما عندوش نهايه. لا وغير ما عندوش نهايه، هو كابتن عشان يبطل لازم لا قدر الله يعني ربنا يديله الصحه ويكرمه. هو بيتمرن اكتر واحد بيتمرن في كوره كل يوم، حتى في الاجازه تلاقيه بيتمرن ما شاء الله، فوضع طبيعي ان اللي بيتعب ربنا بيديله طبعا. لا وحش ومحتفظ بسرعته والريفلكس بتاعه، كل ماتش بيثبت ان هو الحضري بالظبط كده. حضرتك عارت عواد بقى بمبلغ كبير للمصري؟ ابدا والله، مش القصد برضه الفلوس. القصد اولا اللعيب عايز يلعب، وانا مش عايزه يتركن عقبال ما اجيبه، لان عصام صعب يتلعب عليه. فعقبال ما اجيبه الاقيه هو كده لو برجله واحده هيلعب بالظبط كده لو متعور، فكان لازم يلعب. النادي المصري نادي في بيننا وبينه بعض، احنا تاخي واخوه، وانا بحب ياسر وبحب مجلس اداره النادي وبحب النادي المصري برضه، محترمين. فعلى طول اديتهم يساعدهم وفي نفس الوقت يلعب. ما كانش انا لسه ما خدناش فلوس لغايه دلوقتي لان عارفين ظروف النادي المصري، لكن اديتهم عشان ولا يلعب وعشان نساعد النادي المصري وفي نفس الوقت الفلوس ولا دي فلوس عندنا نازله عم حلوه 1,100,000 جنيه. هو هياخد 250 الف الفلوس اللي جايه و250 الف هياخدهم النادي.